دجاج عزيزة، دجاج صحي ومدلل، يتغذى على علف نباتي 100% ويخضع لفحوصات مخبرية ورقابة عالية. دجاج عزيزة، منتج فلسطيني بجودة مضمونة. كوني مطمئنة 100%. عزيزة، طبيعي أطيب. أسعد الله وقتكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم دائما عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد والبث المباشر مشاهدينا ومتابعينا. في هذا اليوم مشاهدينا وفي هذه الأمسية الرائعة جدا، دائما نحن وإياكم بصحبة عزيزة، ويعني أنا ما بدي أحكي كثير عن عزيزة لأنه طبيعي أطيب مختصرة، وأكيد عزيزة مرافقة لنا وشريك دائما مع تلفزيون الفجر الجديد في هذا البث المباشر اليوم حسب الوعد والموعد. عزيزة دائما تطابق المواعيد في أماكنها الخاصة، واليوم من فرع طول كرم لعزيزة التابع لعزيزة سيتم السحب على حملة الشهر كامل. الحملة كانت اشتري من عزيزة حملة شهر كامل، وطبعا ادخل السحب على 5 أضعاف مشترياتك. طبعا هذه الحملة هي في مدينة قلقيلية وطول كرم ورام الله ونابلس ومين كمان؟ وجنين. وجنين 5، وراح يتم السحب كل صندوق لحال، وكل فائز 5 أضعاف مشترياته بيشتري فيها بقيمتها من منتجات عزيزة. واحنا اليوم احنا في ضيافة عزيزة في هذه الأمسية رائعة جدا، وعزيزة لا تنسوا انه علف نباتي 100%، وحكينا كثير عن عزيزة بس انا يعني مجرد رؤوس اقلام عنها. باختصار عزيزة ملوكية، باختصار ملوكية، ما في داعي احكي اكثر من هيك. وراح يكون معنا ايضا في هذا البث المباشر من وراء الكاميرا عن علاء الجلاد، وبنساش انه معجوك ايضا، هو لقب المعجوك، بالاضافة رغم انه احنا بث مباشر عندنا يسر السرغلي وعندنا اسماعيل بلعوة في البث المباشر مباشرة من استودياتنا وعلى الفيس مباشرة. الزملاء والاصدقاء كل تحية لهم، وايضا ضيفنا العزيز والدائم المرافق لنا دائما واللي احنا بنحب نشوف وجهه، هو طبيعي كمان على فكرة، هو طبيعي أطيب كمان، اللي هو محمد شقير. كل التحية لك يا محمد. يعني محمد أول شيء يسعد مساك، وكل التحية لحملاتكم المميزة، أصلا أنتم يعني حملاتكم مميزة. يعني تحدثنا عن هذه الحملة بداية قبل ما نبدأ عملية السحب، حملة الحملة اللي استمرت لمدة شهر كامل. الحملة كانت داخل معارض الشركة عنا اللي هي موجودة منتشرة في مدينة نابلس، طول كرم، رام الله، جنين وخلقيلية. الحملة كانت خلال شهر 11، كان أي زبون بيشتري من عنا بيعبي كوبون وبدخل على سحب لخمس أضعاف مشترياته. كمان أنا حاب الشغلات اللي بحب برضو أحكيها دائماً عن منتجات دجاج عزيزة، زي ما أنت حكيت منتصر إنه منتجاتنا دائماً بتتغذى على علاف نباتية خالية من البروتينات الحيوانية أو الهرمونات، بالإضافة إنه بنغسل إحنا الدجاجة الواحدة ب 15-18 لتر مي، فبتيجي الدجاجة ما فيها لا زنخة ولا أي ريحة غير مرغوبة لست البيت لوقت التنظيف. كمان اللي بميز منتجنا إنه بيجي مبكت بالغلاف تاعه لونه أخضر، دجاج طازة معاه المرتب. نعم صحيح. دجاج طازة بيكون ما في ولا نقطة مي، يعني احنا من صفي الجاج او من نشف الجاج بعدين من بكته. هاي الميزات الرئيسية تاعت عزيزة. نعم محمد، يعني احنا بنحكي للمشاهدين كمان، يعني انا بدي احكي لكم شغله، انا مش بدي اجامل عزيزة ولا انا على يعني انا فيش يعني طبيعي، انا هيك طبيعي، هي طبيعي اطيب بس انا طبيعي بالحكي. يعني انا اخذت من عندهم 18 جاجي، يعني بسلطوا عنا بولادي شفطوا الدجاجات كلها فأكل من شهر، الحمد لله رب العالمين. فعزيزة فعلا طبيعي وأطيب ومميزة، وأنا بدي أحكي أنه عزيزة أي واحد أو أي شخص في أي شيء على عزيزة يودوا يحكوا، بس ما أظني حدا. إحنا عندنا رقم مجاني 1800 900 200، بالإضافة لصفحة الفيسبوك عندنا اللي هي دجاج عزيزة، نستقبل أي شكوى
بنحاول دائما نطور على منتجنا او مجموعة منتجاتنا، وان شاء الله بسنة 2020 خلينا نقول راح يكون عندنا منتجات جديدة، راح يكون في عندنا خلينا نقول شغلات مميزة من عزيزة ان شاء الله. ان شاء الله دائما عزيزة تعودنا عليها دائما كل جديد، وزي ما حكينا لكم طبيعة اطيب والذ كمان، مش بس هذا يعني، انا بقول المائدة اذا ما كان في عليها من منتجات عزيزة كأنك ما اكلت نهائي، انا هاي صورتي لانه انا جربتها. وانا حكيت كمان مرة بقولها كتير انه عنا منتجات فلسطينية وشركات فلسطينية بامتياز، ما في داعي اروح اجيب منتجات اوروبية او اسرائيلية، لانه عنا منتجاتنا يعني عزيزة عنوان كبير صارت، ومنتجاتها فعلا تقدر تستغنى عن كل المنتجات الاخرى. فشجعوا الصناعات الوطنية والمنتجات الوطنية، وعزيزة من الصناعة من المنتجات الرهيبة والرائعة والمميزة. وكمان تنسوش انه صفاتها والتميز اللي بتمتاز فيها اللي هي النظافة والغسيل وعلف نباتي 100%، فيش فيها دهونات، هاي كل هاي الأمور نسبة الدهون أقل بكثير، هاي الأمور كثير مهمة جدا لصحة الإنسان، عشان كله بالآخر عزيزة بتهتم بالأول والأخير دائما بصحتك. وكمان مش بس هيك، كل الموجودين في فروع عزيزة كمان كلهم ناس رائعين جدا، استقبال حلو، ابتسامي، كما هي الدجاجة تبتسم لكم دائما على المائدة، هناك رجال يبتسمون وراء الكواليس يعني في عزيزة وأفرع عزيزة. لكن محمد يعني أنا سؤال، كم رابح سيكون اليوم عشان نوضح للمشاهدين، وكيف راح يتم توزيع الجوائز؟ احنا راح يكون عندنا خمس صناديق او خمس سحوبات مختلفه، السحب كل سحب راح يكون منه خمس فائزين، يعني عندنا المجموع الجوائز 25 جائزه. يعني لو كان شارب 1000 شيكل باخذ 5000. 5000 ما شاء الله، والله نيالكم يا عزيزه دائما محظوظين. وباعتقادي مش وباعتقادي جازم، يعني بحكي باعتقادي جازم انه هاي مش العرض الاول والاخير، تعودنا على عزيزه دائما نكون معهم في السحوبات ودائما نكون شركاء في هذا الموضوع. حملات جديده لسه راح نحكي باخر السحب شو العرض الجديد اللي عندهم، مستمرين يعني بزحفوا اول باول دائما. اذا عزيزه طيب محمد، يعني شو بتقول للزبونك، خاصه انه الزبون صار يثق في عزيزه ومنتجات عزيزه، ومنتجات عزيزه مش بتوقف عند دجاج، بدنا تكون اصناف عزيزه كمان. احنا انا بدي احكي شغله مهمه، احنا السنه كانت السلوغن تاع عزيزه انت والعيله بامان، لانه ركزنا كثير على موضوع الصحه وموضوع الهيلثي فود والمواضيع هاي. منتجاتنا زي ما حكينا من البدايه بتغذى بالاف نباتيه خاليه من البروتينات البروتينات الحيوانيه او الهرمونات. كمان احنا الشركه الوحيده اللي معها شهاده الايزو والهسب العالميه، وكمان شهاده الجوده الفلسطينيه، يعني كل شغلنا ضمن المقاييس العالميه. نعم. هاي يعني بالاخر بنرجع بنقول انه طبيعي اطيب عزيزه، طبيعي اطيب وصحي لإلك، صحي لإلك عشانك انت كمواطن. واللي انا بقول اللي ما جربهاش مش يحكم من بعيد، يا ريت اللي ما جرب عزيزه يجي ويجربها وبعدين يحكم. زي ما حكى لكم محمد شكير انه في هناك رقم مجاني للاتصال اذا في اي شكاوي، بالعكس انتم بوصلي لهم عشان اذا في اي مشكله معينه هم يتداركوها سريعا، وباعتقادي انه مشاكلهم قليله لانه عدد الشكاوي قليل جدا. اي محمد الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب في شغله مهمه، احنا منتجاتنا موجوده بكل مكان، يعني غير المعارض اللي عندنا في لنا موزعين عندهم منتجات سواء ملاحم او سوبر ماركت، اي واحد بحب يستفسر عن اماكن الوجود عزيزه او منتجات عزيزه بامكانه يدخل عندنا على الفيسبوك ويتراسل معنا على الفيسبوك ماسنجر مباشره، الانسر ماشين او الرد الالي بجاوبه عن اقرب نقطه بيع موجوده عنده. شكرا لك يا محمد، يعني هذه البداية ما شاء الله، يعني احنا عملنا صورة موجزة عن عزيزة اللي عزيزة على قلوبنا، كمان عزيزة هي عزيزة على قلوبنا، وباعتقادي انه دائما انتم في امان مع عزيزة، دائما انتم في امان مع عزيزة. طيب مشاهدينا متابعينا، احنا في عندنا خمس صناديق، طبعا صناديق بتمثل محافظات اللي هي افرع عزيزة اللي كانت موجودة فيها العرض وراح يتم فيها السحب. كل صندوق راح يكون هناك خمس رابحين، وراح يربح خمس أضعاف زي ما حكينا مشتريات، ويشتري فيهن أي شيء من عزيزة وأفرعها المنتشرة في الوطن. راح نبدأ طبعا عندنا محافظة طول كرم زي ما قلنا، كالقيلية، جنين، نابلس، ورام الله، خمس محافظات. راح نبدأ بداية في المستضيف مين؟ طول كرم. خلينا نبدأ في طول كرم نشوف يا محمد.
هاي الصندوق طبعا احنا امامكم على الكاميرا في البث المباشر عشان كمان اللي بيسمعوا اسماءهم انهم يكونوا من الرابحين اللي شاركونا. هسه الكل اكيد بتطلع وبستنى. طيب محمد راح نبدا انت بدايه، انت اللي راح تسحب راح اسحب انا. طيب انا راح اسحب ومحمد راح يقرا. طيب اول فائز معنا بالحمله نشوف. بسم الله. عبد اللطيف إدحيلية من طول كرم. عبد اللطيف إدحيلية طول كرم. هلا هون مش مكتوب عدد قيمة المشتريات. نعم قيمة قيمة المشتريات او قيمة الفاتورة 56 شيكل. يعني قديش بامكانه 280 شيكل نيالك يا عمي. يلا تبربح دجاج عزيزة، تبربح منتجاتها تبربح. يعني اذا اول واحد عبد اللطيف، عبد اللطيف إدحيلية، علاء جلاد، علاء الجلاد، عبد اللطيف إدحيلية اول واحد مشتري بقيمة 56 شيكل يعني 280 شيكل بامكانه ياخذ مشتريات من عزيزة. حط عليه رقم واحد. هلا انا بدي اخلط كمان طول كرم. هذا صندوق طول كرم لسه الحبل على الجرار يا جماعة، عزيزة بانتظاركم. الفائز الثاني احمد دلبح، احمد دلبح من طول كرم ب 16 شيكل مشتري، مش هيك صح؟ صح ب 16 شيكل. يعني قديش؟ يعني 80 شيكل. 80 شيكل نيالك، نيالك الف مبروك. 80 شيكل سواء مشتري بكبير ولا صغير انت كسبان، انت كسبان. دلبح مبروك يا دلبح. طيب الفائز اللي بعده رقم 3 مع عزيزة طبيعي اطيب. ما هيني بطول من تحت واقول لك هيني بطول من تحت مش من فوق. يلا بدنا نغير عشان نشوف كل الرابحين ان شاء الله يكونوا متنوعين. طيب الفائز رقم 3 من صندوق طول كرم خالد كنعان من طول كرم. خالد كنعان من طول كرم قيمة المشتريات 33 شيكل، 33 شيكل يعني 165 شيكل. مبروك عليك يا خالد كنعان، مبروك، ألف مبروك يا خالد كنعان، تحياتنا لك. الفائز رقم 4 من صندوق طول كرم نشوف نشوف نصيب مين. بربح وتبربح من عزيزة يا عم نيالكم. عزيز دائما تترك أبوابكم بتقولكم تعالوا. طيب الفائز رقم 4 محمد ذيب، محمد ذيب من طول كرم كمان. ألف مبروك يا محمد بقيمة 20 شيكل يعني 80 يعني 100 100 عفوا 100 شيكل. ألف مبروك يا محمد ذيب قيمة مشتريات 100 شيكل من عزيزة، ألف مبروك. الفائز الخامس والأخير وما شاء الله هذا بدل يعني الصناديق المليانة والبطاقات بدل انه كديش عزيزة محترمة عند الناس، ما شاء الله ما شاء الله عليها. طيب الفائز رقم 5 والأخير منار حرب، منار حرب من طول كرم بقيمة طبعا قيمة 56 شيكل مشتري يعني 280 شيكل قيمة مشترياتك. يلا مبروك اتبحبحوا منار حرب، ألف مبروك ألف مبروك. طيب إذا صندوق طول كرم تم، خمس فائزين، خمس أضعاف صح؟ خمس أضعاف. طيب مبروك عليكم. لا بدنا نعيدهم كمان مرة، اللي فازوا معنا من صندوق طول كرم منار حرب، محمد ذيب من طول كرم، خالد كنعان من طول كرم، الفائز رقم 3 أحمد دلبح أيضا من طول كرم، والفائز الأخير أيضا عبد اللطيف إدحيلية من طول كرم. ألف مبروك لطول كرم. طبعا محمد قبل ما نبدأ بالسحب الخمسة أو يعني من وين يستلموا جوائز ومو أي يوم؟ بأي وقت بحبوا يستلموا فيه جوعنا على معارضنا، هم عرض زباين المعارض أصلا يعني. نعم يجوا هون مثلا الخمسة هدول اللي بروحوا من مدينة طول كرم بيجي بيستلموا من طول كرم. من طول كرم نعم. طيب شكرا لك يا محمد، مبارك للجميع جميع طول كرم اللي فازوا معنا بأول خمس فائزين. وإحنا دائما بنقول عزيزة دائما مستمرة متواصلة لن تتوقف، زحف عزيزة بحملاتها وعروضها دائما مستمرة، وإحنا نتمنى لكم دائما اللي ما جرب يجرب عشان يعرف شي عزيزة يا جماعة. طيب هلا مين معنا؟ أي مدينة يا محمد؟ جنين. جنين جنين القسام. بدنا نشوف جنين، أي الصندوق جنين، بدنا نشوف مين نصيبه اليوم مع عزيزة الحلو، مين نصيبه الحلو مع عزيزة. محمد ابدأ المشوار، خلي بدأت العين. جنين أنا بدي أخلطه، أنت برضو رح تسحب.
لا اسحب انت. يلا انا بدي اسحب اول واحد. بسم الله. اول فائز من جنين قسام. ايش الاسم؟ جوز انت. جهاد ابو زينة. جهاد ابو زينة من جنين. قيمة مشترياته 54 يعني 270 شيكل مشتريات من منتجات عزيزة. طبيعي اطيب يا جماعة. مبروك عليك من جنين. اول فائز معنا. الف مبروك. الفائز اللي بعده من جنين. من نصيب مين يا ترى؟ نشوف من نصيب مين. احنا بنحب كلكم تفوزوا مع عزيزة، ولكن اللي ما فاز اليوم او ما ف... يعني لنهاية الحملة راح يفوز بحملات تانية ان شاء الله. الفائز الثاني فراس جلاد. فراس مزبوط؟ فراس جلاد صح. فراس جلاد قيمة مشترياتك 46 شيكل. فراس جلاد يعني 230 شيكل. مبروك عليك يا فراس جلاد من جنين. مبروك عليك يا فراس جلاد من جنين. ألف مبروك. الفائز الثالث من نصيب مين؟ من جنين. يسعدكم يا جنين، أهل جنين الرائعين. طيب مع عزيزة دائما أحلى. الفائز رقم ثلاث بيان ياسين من جنين. قيمة مشترياتها 23 شيكل يعني 115. تقدر تشتري منتجات عزيزة بقيمة 115 شيكل. والله نيالكم يلا مدللين مع عزيزة. ليش حكي هلا؟ الجائزة الرابعة. الجائزة الرابعة مع صندوق جنين. نشوف من نصيب مين. بسم الله. صالح جوابري من جنين. قيمة مشترياته 165 ولا 65؟ 16.5. 16.5 بل 165. طيب 16.5 قديش؟ 82.5. يلا قيمة مشترياتك اي اشي اشتريه من عنده بقيمة المبلغ اللي ربحته. مبروك. يلا مبين الرقم. مبروك. طيب الفائز الاخير والخامس من جنين القسام يا جماعة. ها بدنا نخلط. بتطلع علي كل خلط كمان منيح هيك منيح الف. طيب جنين اخر فائز معنا من عزيزة. شو الاسم؟ كرانين. مش عارف اقرا. مناضل قبها. مناضل قبها. مناضل قبها من جنين بقيمة مشتريات 48 شيكل. قديش؟ 240. 240 شيكل. مبروك يا مناضل. يعني والله فعلا مناضل، ولا ربحت من عزيزة كمان مناضل. طيب بدها تعب. ألف مبروك. نعيدهم كمان مرة. هذول فائزين من مدينة محافظة جنين. ألف مبروك مع عزيزة. بإمكانه يستلموا من الفرع اللي موجود لعزيزة في جنين. الفائز جهاد. الفائز معنا جهاد أبو زيني. فراس جلاد. وبيان ياسين وصالح جوابري ومناضل قبها من جنين. ألف مبروك عليكم. الجوائز من عزيزة طبيعي وأطيب. تسلموها من فرع جنين في أي وقت. من فرع عزيزة في جنين أي وقت بإمكانكم تسلموا جوائزكم. ألف مبروك. هلأ مدينة نابلس. هلأ بدنا نرجع كمان مرة مشاهدينا ومتابعينا. بدنا نبدأ السحوبات على الجوائز عزيزة. طبعا خمس أضعاف مشترياتك. الحملة كانت لمدة شهر. مدينة نابلس جبل النار. محمد يعني سؤال كمان قبل ما نبدأ السحب على مدينة نابلس. يعني كيف يعني من خلال يعني بلشت عزيزة بخطوات ثابتة. هلأ كيف صارت عزيزة بعد هالفترة والسنوات؟ كيف وجدتوا الإقبال من قبل الناس؟ طبعا بداية عزيزة هي كانت عبارة عن مصنع أعلاف. بعدين وفقاسة عزيزة الموجودة بمنطقة الكفريات الموجودة بكفر الصور، بالإضافة لمزارع الدجاج اللاحم ومزارع الأمهات المنتشرة بكل أرجاء البلد الفلسطين. بعدين تم إنشاء مسلخ الدواجن اللي موجود في منطقة عنبتة أو مفرق بلعة. بلعة موجود موجود المسلخ هناك. ومن ثم انتشرنا خلينا نقول بنقاط بيع عزيزة اللي هي تابعة لشركة دواجن فلسطين بشكل مباشر، والتوزيع لنقاط البيع والمطاعم. كيف كان يعني ردة فعل الناس؟ كل بداية صعبة. نعم. بس في يعني توجه عالمي صار موضوع انه موضوع المعاطى، انه شوي خلينا نقول موضوع المعاطى صعب يكون باماكن اللي فيها خلينا نقول ناس العاديه والتجمعات. ومنشان هيك انشئ المسلخ.
كان مسلخ متطور على اعلى مستوى، على اعلى مستوى. نعم احنا بنرجع بنقول انه النظافه والشيء المرتب والمميز والماكينات الاجهزه العالميه لها دور كبير جدا حتى تعطيك طبعا نتائج مميزه، غير علف نباتي 100% خالي من الدهون. يعني الدجاج عزيزه مميز، وصل لمرحله بخطوات ثابته، حتى وصلنا لمرحله كل الناس بتقول لك عزيزه وبس. طيب الان بدنا نبدا السحب على محافظة نابلس، فرع محافظة نابلس، ونشوف مين أول فائز معنا. شو رأيك أنت هالمرة؟ أنا بدي أسحب بس أنت بتكره. ماشي يا باشا محمد شكير رفيقنا، يعني أنا رغم يعني هذا بس ما بمله، دايما بحبه ومستمرين معه. طيب تفضل. نضال أبو رميلة، قيمة الفاتورة 85 شيكل، 58 شيكل، يعني 290 شيكل. أول فائز معنا من مدينة نابلس، شو اسمه كمان مرة؟ نضال أبو رميلة. نضال أبو رميلة، ألف مبروك يا نضال من مدينة نابلس. جبل النار دائما مش علينها يا جماعة الخير، حتى في عزيزة مش علينها. ألف مبروك، وصل البث يا علاء جلاد. طيب ألف مبروك. الفائز الثاني نشوف النصيب مين من مدينة نابلس. نخلط الأوراق نشوف الفائز الثاني. تفضل يا محمد. فراس الشخشير، قيمة الفاتورة 30 شيكل، 150 شيكل. 150 شيكل فراس الشخشير، يلا بقيمة مشتريات 150 شيكل من مدينة نابلس. ألف مبروك يا حبيب، ألف مبروك. تبحبحوا تبحبحوا مع عزيزة، نيالكم يا عمي نيالكم. طيب الفائز رقم 3 من مدينة نابلس، جبل النار، من نصيب مين؟ ناصر الكخن، 49 شيكل. ناصر الكخن 49 شيكل، شوف قديش بامكانك تشتري قيمه مشترياتك خمس اضعاف، 245 شيكل. الف مبروك يلا على عزيزه يا جماعه، لسه الحملات قادمه والقادم اضخم، لحقوا حالكم. طيب يلا الفائز رقم 4 نشوف من نصيب مين. بدنا نبدل نغير هون كمان، نشوف نصيب مين. تفضل يا محمد. معتصم كلبونة 26 شيكل. معتصم كلبونة 26 شيكل، قيمة الجائزة 130. 130 شيكل يا معتصم كلبونة من مدينة نابلس، ألف مبروك. قيمة مشتريات طبعا محمد يستطيع أن يشتري أي شيء، مش بس دجاج، يعني كان يأخذ زيت أي شيء من الجاج. بس هو دواجن، بس دجاج، بس دجاج، بس دواجن، بس دواجن. يعني مبروك عليكم، هو تبحبح بالدواجن أحسن لكم. يلا اعملوا شنيتسل واعملوا بدكم إياه فيها. يلا طيب الفائز رقم أخير الخامس صح من مدينة نابلس جبل النار، شوف النصيب مين. يا محمد. أبو أيمن خنفر، قيمة الفاتورة 250 شيكل، جائزته بتصير إن شاء الله 1250. 1250 شيكل أبو أيمن خنفر، مبروك. الكاميرا ضربت، تصور الكاميرا بطلت تجمع هسه. 1250 شيكل بامكانك تشتري مشتريات من منتجات عزيزه من مدينه نابلس. والله علاء الجلاد عرق الحزين. طيب الف مبروك، هاي اكبر جائزه، هن كل الجوائز رائعه جدا لانه خمس اضعاف، بس هاي اكبر جائزه لحد الان. 1250 ابو ايمن خنفر من مدينه نابلس، صحتين صحتين، هذا الاخير كان صح. طيب طبعا خلصنا صندوق السحب على جبل النار مدينة نابلس، أبو أيمن خنفر، ومعتصم كلبوني، تامر الكخن أو ناصر، يا تامر يا ناصر، واحد من اثنين، فراس الشخشير، ونضال أبو إيش؟ أبو رميلي. نضال أبو رميلي، ألف مبروك للفائزين من مدينة نابلس. دائما احنا بنقول مش لحد هون بتوقف الجوائز يا جماعة، الحملات متواصلة والعروض متواصلة من عزيزة، استمروا لعزيزة وتعالوا على عزيزة وانتوا الكسبانين يا جماعة. الان صندوق قلقيليا، قلقيليا يا قلقيليا، الكم معزة خاصة انتوا يا قلقيليا، خاصة اني كنت عندكم كمان في شهر رمضان المبارك، كنا عندهم كمان يا محمد، وما شاء الله وجدنا حتى ناس من الداخل الفلسطيني، واحنا بنعمل مسابقة وجدنا ناس من الداخل الفلسطيني وقالوا احنا جايين ناخذ دجاج عزيزة من فرع عزيزة في قلقيليا، يعني حتى الداخل الفلسطيني متواجد وبحب دجاج عزيزة. يا اخي عندكم سر انتم، شو السر؟ ممكن تطرحوا السر ولا ما عندك سر؟
يعني هاي فضل من الله. الحمد لله رب العالمين. اذا في العزيز زر بيجذب الناس، بيستقطب الناس. طيب الجوده بنرد نعيدها، الموضوع الجوده، موضوع انه ست البيت نظافه ودجاج ما في له لا زنخه، ما فيش ريحه، موضوع كمان الفاقد من المي انه ما بيكون في مي، موضوع الاهم انه انا بقدر الدجاج تاعي يطمه طازه واطبخه وهو طازه. نعم هاي مهمة جدا، لأنه إحنا بالمسلخ منبرد الجاج بعدين من بكته. ما شاء الله ما شاء الله عزيزة، أنت بتضلك عزيزة ما قلنا لك على قلوبنا يا جماعة الخير. طيب هلا كالكيليا، يا كالكيليا أنا شفتهم كالكيليا، أهل كالكيليا على فكرة شفتهم قاعدين بنشوا وبيعملوا دجاج عزيزة في الحديقة، كانت يوم أيام الجوافة مهرجان الجوافة قاعدين بنشوا، فسألت كم واحد شو الدجاج اللي جايبه، قال لي عزيزة، يعني شهادات نعتز فيها. أول واحد فائز من كالكيليا، نشوف من نصيب مين. ملاك منير قرعان. ملاك قرعان من مدينة كالكيليا. قيمة الفاتورة 22 شيكل، جائزة 110 شيكل. 110 شيكل يا قرعان. منار مبروك عليك الجائزة من عزيزة، العزيزة على قلوب كل طبعا الستات، خاصة ستات البيوت اللي أكثر شيء هم اللي بيعملوا بطبخوا. ألف مبروك. طيب أول فائزة قرآن منار، الفائز الثاني نشوف من نصيب مين. تفضل يا باشا. فائز الثاني بلال خميس، 15 شيكل قيمة الفاتورة. بلال خميس 75 شيكل. 75 شيكل يا بلال خميس من مدينة كالكيليا، قيمة مشترياتك اللي بإمكانك تشتريها من عزيزة بلال خميس 75 شيكل صح؟ 75 شيكل. ألف مبروك يا بلال خميس من كالكيليا، ألف مبارك. الفائز رقم 3 من كالكيليا، نشوف كالكيليا اللي لها حظ كبير. محمد أيمن قدري 25 شيكل. أيمن قدري من كالكيليا 25 شيكل. الجائزة 125. 125 شيكل مشترياتك من عزيزة، 125 شيكل من عزيزة. ألف مبروك، ألف مبروك. نيالكم يا عمي، نيالكم والله عزيزة مدللتكم، ليش حكي، مبروك. الفائز رقم 4 نشوف من نصيب مين، هاي جوة لازم تكون. طيب الفائز رقم 4 صح؟ صح قبل الأخير. يلا يا محمد. أحمد سلمان 188 شيكل قيمة الفاتورة، ضرب 5 940 شيكل. 940 شيكل نيالكم أحمد سلمان. مش أحمد سلمان طول كرم، أحمد سلمان كالكيليا، لأنه في عندنا أحمد سلمان دير بالك منه، يعني أحمد سلمان صاحبنا، أحمد سلمان كالكيليا. ألف مبروك. كديش 940 شيكل. يلا منتجات عزيزة مبروك عليك، ألف مبروك. الفائز رقم الأخير الخامس كالكيليا، نشوف نصيب مين. تفضل يا محمد. ابو باسم من صوره 19 شيكل ونص قيمه الفاتوره، 97 شيكل ونص. ابو باسم من صوره، من صوره قديش المبلغ مشترياته؟ مشترياته 19 شيكل ونص. قديش بيطلع؟ 97 شيكل ونص. بامكانك تاخذ مشتريات من منتجات عزيزه، الف مبروك، الف مبروك. طيب مش مشكلة، أنا علاء جلاد كل التحية لك، أنت بتتحكم فيها اليوم، بس مش بدي أمشي معك. طيب خلصنا من نرد نعيدهم، اللي فازوا معنا من كالكيليا أبو باسم نصورة، طيب وطبعا أحمد إيش أحمد سلمان، أحمد سلمان أيوة أحمد سلمان، وأيمن قدري، وأيضا بلال خميس، بلال خميس، بلال خميس، بالإضافة إلى ملاك منير قرعان. قرعان ملاك قرعان، ملاك قرعان من كالكيليا، ألف مبروك. كمان بإمكانك تسلموا جوائزكم من عزيزة الفرع الموجود في كالكيليا مباشرة، وبأي وقت أسماءكم بتكون موجودة غد، ألف مبروك. طيب إحنا وصلنا للمحطة الأخيرة صح، اللي هي رام الله، فرع رام الله المحطة الأخيرة. طيب يعني أنا السؤال يا محمد، هلا احنا عندنا افرع كثير ما شاء الله العزيزة، يعني انت شفت اكبر اقبال وين موجود؟ وفي الوطن كله تقريبا، بكل المدن، المحافظات، بس اكثر شيء طبعا دائما نابلس.
نابلس. نابلس والساحل فرع. طب مش راح يكون لكم مرض ايضا افرع في مدن ثانيه؟ هلا احنا توجهاتنا ان شاء الله قريبا انه نفتح افرع بالاماكن او اللي فيها ازدحامات اكثر. نعم خليل مثلا اكيد ان شاء الله جايين على الخليل، جايين على بيت لحم، على كل المدن. كمان راح نزيد افرعنا في بعض المحافظات الكبيره. يعني لاكو 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 جاج عزيزه على الخليل وبيت لحم، لاكونا هناك، لاكونا هناك ان شاء الله. طيب الان موجودين، يعني احنا موجودين سوبر ماركتات، سوبر ماركتات زي مثلا في بالخليل، الخليل مول احنا موجودين فيه بقوه. نعم. بقيه المدن برضه موجودين فيها بنقاط البيع. نعم. نقاط البيع مش تابعه بشكل مباشر للعزيزه، بس اللي هي متوفره منتجاتها يكون فيها برضه عروض مميزه بشكل دوري، وموجودين الحمد لله دائما موجودين عزيزه. كمان بدي اذكر انه كمان انه عزيزه كانت رفيقة الدرب وسر من أسرار النجاح، موجودة معنا في مهرجان الزيتون طول كرم اللي تم على ملعب خضوري لمدة 3 أيام، وكانت عزيزة كانت مميزة وبارعة ومبدعة، ويعني صورة مشتركة كانت لنا، شريكة مميزة كانت. الوجبات اللي تقدمها للناس أثناء على مدار 3 أيام تقدمها اتغيرت صورة كتير، في ناس ما كانوا يعرفوا عزيزة، لكن لما اتدوقوا عزيزة صاروا يقولوا عزيزة وبس. ومش بس هيك، كمان كمان موجود وين ما بنروح منلك ايه محمد اشكر والشباب، وين ما بنروح منلك ايه، وين كمان في مهرجان كمان الوردي، سباك الوردي في رام الله، سباك الوردي، وكمان في هلا نابلس وقلقيليا في مهرجان الجوافة. يعني وين ما بتروح بتلاقي هالعزيزة موجودة. ليش؟ لأنها هي عزيزة وبتعز الناس، فعشان هيك بتكون موجودة بينكم وين ما كنتوا. الآن بنسحب على طبعا اللي شاركوا في الحمل من مدينة رام الله، نشوف أول فائز يا محمد شقير. تفضل يا محمد، أول فائز من مدينة رام الله. طارق على الأغلب الرنتيسي. طارق الرنتيسي، نعم. قيمة 40 شيكل، الفاتورة قيمتها 40 شيكل، 200 شيكل الجائزة تاعته. طارق الرنتيسي من مدينة رام الله، قيمة مشترياتك من منتجات عزيزة 200 شيكل، ألف مبروك من مدينة رام الله. برضو بتروح على فرع رام الله وبتسلم هديتك من غاد وبتشتري اللي بدك إياه من عنده. يلا مبارك الرنتيسي أول فائز من مدينة رام الله. نشوف الفائز الثاني. الفائز الثاني يا محمد شقير. أحمد السيد، قيمة الفاتورة 392. ما شاء الله فوق 900. 1960. ألف وتسعمية وستين. 300 شيكل. قيمة الفاتورة 392 ضرب 5. 1960. ما شاء الله ما شاء الله. 1960. يا سلام يا سلام، اللي هو أحمد السيد 1960 تشتري من منتجات عزيزة. أنا بقول أقول لك شو تعمل، اشتري فرع من أفرعهم وخلص، اشتري الفرع. ألف مبروك. طبعا هم يدير بالك يعني على كلبهم أحلى من العسل، أحلى من العسل. ألف بتقدر تأخذهم توزعهم طول شهر شهرين زي ما بدك براحتك. ألف خفف عنهم يا حبيب الله يسعدك. 1960 شيكل، ألف مبروك. يا أنا بقول شغلة واحدة يا محمد، هذا أحمد السيد من رام الله، شو رأيك تفتحوا له فرع لحالك؟ أكيد لازم. وإحنا مبسوطين كمان عليه. ألف مبروك، 1960 شيكل يا أحمد السيد من رام الله، ألف مبروك. طيب الفائز رقم 3، ما شاء الله هاي أعلى قيمة لحد الآن صح؟ الفائز رقم 3، تفضل يا محمد. أيمن عورتاني، 51 شيكل، قيمة الفاتورة 51 ضرب 5 أضعافها 255. أيمن عورتاني من مدينة رام الله 255 شيكل، قيمة المشتريات اللي راح تشتريها من نتيجة جائزتك والدخول على السحب. ألف مبروك يا أيمن عورتاني. الفائز رقم 4 من مدينة رام الله، نشوف من نصيب مين، من نصيب مين، نشوف. فائز رقم 4، تفضل يا محمد. ابراهيم سمحان على الاغلب، ابراهيم سمحان 30 سمحان. قيمه الفاتوره 30 شيكل في 5 اضعافها 150 شيكل. ابراهيم سمحان من مدينه رام الله 150 صح، 150 شيكل. الف مبروك من مدينه رام الله سمحان، تحيه لك يا سمحان، مبروك. الفائز الخامس والأخيرة من مدينة رام الله، بدنا نخلص نشوف من نصيب مين.
تفضل يا محمد. مؤيد عموري 213 شيكل، قيمة الفاتورة 213 ضرب 5 1065. 1065 مؤيد عموري من مدينة رام الله، ألف مبروك. 1065 بتشتري بقيمة مشتريات من عزيزة، ألف مبروك. القدس، من القدس العاصمة، مدينة القدس العاصمة، ألف مبروك. 1050 شيكل، 65 شيكل، ألف مبروك. آخر فائز معنا، نرد نعيد الأسماء كمان مرة. 1065 شيكل نيالك، نيالك. طيب اللي هو طبعا مؤيد عموري، إبراهيم سمحان، وأيمن، إيش أيمن هذا ولا شو أيمن؟ أيمن عورتاني. أيمن عورتاني صح. وأحمد السيد وطارق الرنتيسي. طارق الرنتيسي أول فائز معنا كان طارق الرنتيسي في بداية المشوار. ألف مبروك. إذن ألف مبروك لمدينة رام الله وأهل رام الله اللي كانوا شركاء معنا اليوم. تعال محمد هون، وإحنا مشاهدين ومتابعينا بنقول دائما إنه عزيزة مش أول عرض وأول حملة، حملات كبيرة جدا ومتواصلة، وعزيزة بتكون مبسوطة كمان زي ما قلنا لكم لما تطلع الهدايا والجوائز للناس اللي بيستحقوا، اللي هم بيحبوا عزيزة وزبائن عزيزة، فعشان هيك بتقدرهم بحملات جديدة ومتواصلة. احنا لن نقف الى هذا الحد، وعزيزة مواصلة مشوارها مع دجاج عزيزة طبيعي واطيب. ودائما نقول لكل الفائزين الف مبروك من المحافظات الخمسة، كالقيلية، طول كرم، جنين، رام الله، ونابلس، كل التحية لكم، الف مبروك. وزي ما قلنا هناك في امتداد لعزيزة في المستقبل في الخليل وبيت لحم وباقي المدن الفلسطينية رغم الوجود في كل المحلات والمولات والسوبر ماركتات. تحية لكم، واللي ما جرب عزيزة يا جماعة يجربها. نعم يا محمد. في عندنا راح يكون عرض بداية من بكرة، من يوم الخميس بكرة. العرض راح يكون، فكرتك نسيته. العرض من عزيزة، مش قلنا لكم احنا بخلص عرض وببلش عرض، يعني بيقولوها بالعامية كيف الدجاجة بتنكر الكمحات، عرض بنكر عرض، يعني عرض مباشرة وراء عرض، حملة وراها حملة. العرض راح يكون عندنا بمعارض عزيزة الخمسة، بس مختصر على معارضنا. العرض راح يكون كل ثلاث دجاجات مع طبق كبدة بخمسين شيكل، يعني نسبة التوفير حوالي 10 شيكل ل15 شيكل حسب وزن الدجاج، بس فيش وزن بهذاك اليوم. راح يكون من يوم الخميس ليوم الخميس، من يعني من بكرة الخميس للخميس اللي بعده، أسبوع كامل. يعني هذا عرضكم. العرض، وبالإضافة إنه 2 كيلو الجنحان راح يكونوا ب25 شيكل، 2 كيلو فخذ الدجاج راح يكون 25 شيكل، 2 كيلو الكبدة 20 شيكل. ما شاء الله. بدنا نرد كمان نخليه يعيده، بدنا نتعبه لأنه بوكل دجاج وكثير من عزيزة كمان هو، فعشان بدنا نخليه يعيدهن عشان نعطيكم العرض الجديد. وزي ما قلنا لكم العرض هذا من الخميس للخميس، يعني أسبوع في فروعهم الموجودة التابعة لهم، النقاط اللي إلهم في المدن الخمس، قلقيلية ونابلس طول كرم وجنين ورام الله. استغلوا العرض، انتوا الكسبانين. يعني انا بقول اليوم يا محمد، يعني بقول الواحد وفر اليوم الدور، الناس توفر 5 شيكل 3 شيكل شيكلين، هون بتوفر عليك كتير إلك، واشتري لشهر لشهرين منيحة إلك كمان. نرد نعيد كمان العرض وكديش الأسعار. العرض الأول 3 دجاجات زائد طبق كبدة 50 شيكل، 2 كيلو الجنحان 25 شيكل، 2 كيلو فخاذ الدجاج 25 شيكل، 2 كيلو كبدة الدجاج 20 شيكل. ما شاء الله، يعني عرض، يعني بقولوا عرض ولا في الأحلام، نيالكم. وهذا شيء يعني دائما زي ما حكينا لكم، نخلص من عرض عزيزة وبتبدأ بعرض جديد، مشوار جديد معاكم، لأنكم إيش؟ لأنكم تستحقون، هيك عنوانها، لأنكم تستحقون. طب محمد، يعني عرض وراء عرض وحملة وراء حملة، شو بتوجه رسالة لزبائنك كمان؟ يعني خاصة أنه زبائنك أول شيء ثقة في عزيزة ومطمنين مع عزيزة. يعني الحمد لله احنا اللي كنا نطمح له بشركة دواجن فلسطين عزيزة بلشنا نحصد ثماره، انه صار المستهلك النهائي يطلب دجاج عزيزة بالاسم، حتى لو ما كانش متوفر من السوبر ماركت يطلبه واحنا بنوفر له اياه. يعني هاي جدا بصراحة اشي بيسعدنا بطاقم شركة الدواجن. يعني احنا بنرفع القبعة لزباين عزيزة اللي فعلا صار منتجهم الوطني هو الاساس، منتجهم الوطني هو الاساس. واحنا بنقول عزيزة طبيعي اطيب مختصر المشوار. ولا تنسوا الحملة تبدأ من بكرة الجديدة اللي حكى عنها محمد شقير، اكسبوا العرض وكمان خفوا على حالكم، خاصة انه اوضاعنا الاقتصادية مش ولا بد، فانت بحاجة انك تخف على حالك 5 شيكل 10 شيكل 20 شيكل، فاكسبها من
عزيزة، لأنه صار العزيزة صار إشي في دمنا يمشي يا جماعة الخير. يعني هو شنو دم عزيزة؟ الكريم صح؟ دم الكريم طبعا. دم الكريم يعني عزيزة، فبتغذيكم بتعطيكم طاقة كمان. عزيزة إذا ما كانت عندك كأنك أنت مش موجود يا جماعة. بس عزيزة وعلى عزيزة واستمروا، والحملات لسه بتخلص حملة وبتيجي حملة جديدة، واتطمنوا دائما أن عزيزة معاكم في كل المشوار. يعني عزيزة حتى كمان شو عملت عزيزة؟ عزيزة في كل الظروف الصعبة كانت توقف مع المواطن، تنزل من أسعارها عشان تقدم للمواطن وتسهل عليه. فعزيزة رفيقة ضرب ورفيقة مشوار. يعني كلمة أخيرة يا محمد. أول شيء بوجه الشكر لكم لإذاعة تلفزيون الفجر طبعا، وبشكر جميع المتابعين على صفحة دواجن عزيزة وصفحة تلفزيون الفجر. وأكيد القرار دائما يعني القرار دائما لست البيت وللمستهلك النهائي، سواء يختار أي منتج من المنتجات، وطبعا دائما الخيار الأول هو زي ما انت حكيت هو للمنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية. شكرا لك محمد شكر، شكرا لك من عزيزة. وأنا بقول يا جماعة الخير عزيزة طبعا هي طبيعي أطيب، ولا تنسوا عزيزة مستمرة ومتواصلة معاكم في المشوار. احنا في البث المباشر نتمنى لكم التوفيق، ودائما انا بقول اللي ما جرب يجرب، يعني اللي ما جرب عزيزة يجرب وراح تشوف راح ترجعوا لعزيزة. مشاهدينا ومتابعينا، هذا السحب على 25 فائز من المحافظات الخمس، طول كرم، جنين، قلقيلية، رام الله ونابلس. كل التحية، مبروك للفائزين وحظا أوفر الذين لم يفوزوا. لكن بكرة حملة جديدة بتبلش لمصلحتكم، تعالوا على عزيزة وانتوا الكسبانين. مشاهدينا دائما أشكر زملائي اللي متواجد معاني في البث المباشر، علاء الجلاد واسماعيل بلعاوي، يوسف سرغلي، وعلى البث المباشر مباشرة. كل التحية للشباب المتواجدين، تحية لعزيزة اللي دائما راح تضلها عزيزة على قلوب كل الناس. مشاهدينا متابعينا أشكر لكم دائما متابعتكم، وأشكر عزيزة، ولا تنسوا انتظرونا في السحب القادم مع عزيزة طبيعي وأطيب. هذه تحياتي منتصر العناني، إلى اللقاء. دجاج عزيزة دجاج صحي ومدلل، يتغذى على علف نباتي 100% ويخضع لفحوصات مخبرية ورقابة عالية. دجاج عزيزة، منتج فلسطيني بجودة مضمونة. كوني مطمئنة 100%. عزيزة، طبيعي أطيب.